السلام عليكم البنات، كده اللي لاباس عليكم بخير. نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي ان شاء الله بغينا نشرو انا وامي تواب ديال العيد، جلالب ديال العيد. غادي نديكم عند السيد اللي كناخذو عنده جلالب، وكنتمنى لكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. ولا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك بارطاج وشي تعليق زوين بحالكم. يلا معايا، راني دخلت عنده. تبارك الله ما شاء الله، دار حانوت جديد ما شاء الله ما شاء الله. زيد كشي عنده طف طف طف، عنده زوار العريضة. أنا غنشوف الأثمنة ونقول لكم. دابا البنات، هاد الجوار اللي كتكون عريضة بحال هكا دايرة 200 درهم الكوبون. عنده اللوان، أنا باقي غادي نمشي معاكم. وعنده الجوار الجديدة اللي فيها الألوان، هاهي ديال الحلاوة ديال الحمش، غنوريها لكم. هاهي هادي البنات دايرة 220 درهم. وعنده المسلم البنات، عنده أي لون، عنده اي لون بغيتو حبيتو كاين عنده. انا راه كنتعامل معاه من شحال هادي، فيما كنبغي شي ثوب هكا في العيد ولا شي حاجه كنجي لعندو. تبارك الله ما شاء الله، هاد الالوان اللي حبيتي عنده. انا راه مثلا غادي نوريكم الحانوت وندي لكم لوكاليزاسيون باش تجيو عندو نيشان. ها خلاو الحانوت نيشان عنده. شنو هاد البنات؟ تبارك الله ما شاء الله، عندو تالا بغيتي تزوقي ديريش كشيطات هدا، عندو ما يتشاف، عندو الشبكة، عندو المبرة، هو لي كناخد من عندو قفيطاتي و تكاشطاتي. هاد اللون راه طوندونس البنات، لوينات فنين عندو، فنين فنين فنين. عندو هاد اللون أنا ديجا دايره مع وحدة عليك من عندو، دايره جلابة فنة. هادو لي كتليكم عليهم بين 4400 ريال. شوف هادي حتى هو كان واحد الوقيتة خارج دبع ولعو تاني. الكحل ديالو كريم ذهب. هانتوما البنات الشبكه، لا واش هي كريم ذهب؟ اي حاجه بغيتيها وبحال التفاح كتجي لعندو كتلقايها عندو ما شاء الله عليه. والتعامل ديالو زوين، على سميتو محسن. انا في ما كنبغي ناخذ ولا شي حاجه كندي، كنكون جاي على ثوب كنصدق غادا بجوج. شوف لي هاد الكريب هاو انتما المليفه مزيان باقي ان شاء الله غيحل حكه محل ديال الدرور والشيلان ديال الجمله. اللي بغى شي حاجه يجي لعندو. تبارك الله ما شاء الله عليه، عندو ما يكون. انتما اللوينات اللي طالعين طوندونس هما هاد لورانج والخضر والبلوغ. شحال هادو؟ فطامة. يلا مينا الله يعاونكم. هانتو عندهم حتى الكوير اللي بغى الكوير، عندهم هادو ديال الجلالب ديال الصيف، كوبواس ديال النمر ديال الخيط بحال السوس دي. كلب جلالب ديال الصيف اللوينات فيهم زوينين. ثم البنات هذا السوس دي اللي بغى السوس دي في البيض، وكاين هذا اللي بحال المسلم هو مشرط. هذا اللي كيكون فيه الصقلي راه طوندونس البنات. كاين هذا اللي فيه البريو. نقدر نديكم واحد المحل واحد اخر. هانتوما هذا ديال النمر، ها 80 درهم الكوب البنات، يجي بحال شكل
مخور يعني المخوار كيكون في الامارات وفي الدول العربيه. كتاخدي وكتمشي تصاوبي على ذوقك كما قلت لكم موبران. نمشي نشوف معكم موبران. هادو شنو سميتو هاد الثوب هذا؟ هذا توينكل. توينكل هذا هو توينكل اللي كان شحال هادي كان في خلاوه في 99. هانتوما الباش كيجا البوردون موف زيتي الكحل. هانتوما التوينكل في اللوان يبغى شي لون يسكريني ويجيبوه لعند خويا محسن. راه تبارك الله شوفوا تبارك الله هاد اللوين عاطي ما شاء الله يجي قفيطين من داكش. هادو اللي بغا التوب ديال خفيف دابا التوب حتى تيتخيطو عاد كيبان صفر. شحال دايرين المترو هادو؟ هادو 30 درهم. 30 درهم. زيتي اي لون بغيتو جي لكم على خاطركم كتجي كتلقاو عند خويا محسن. هادو راه كيدارو تحت الجلبات كيجيو نخوا. كنت انا ملي واحد الوقيته ما كنتش كنعرف محسن كنت كنمشي حتى للشيخ المفضل في سله عاد كناخد شويه اللبين طون طون صغير الشبكه ديالي. هذا يجي مع الكحال يجي مع الخضار يجي مع اللبنات كاملين. هذا بحال التوب ديال افريقيا البنات اللي واخد من التوب ديال افريقيا يعرف هذا بحال لولا لولا تبارك الله عندو الحانوت. هي تليجة يبغى تليجة البنات عيط على مو تشوف تليجة. هانتوما البنات تليجة عندو تليجة شحال داير المتر؟ تليجة على حساب تليجة فين هي؟ هاديك كدير 120 درهم الكوب. عندكم تليجة وحدة أخرى؟ كاينه وحده اخرى هذيك اللي حداها كدير 160 درهم. هذه 180 هذه 160 110 زوينه. هذا الموف زوين شحال كيطلع لك الكوبو؟ على حساب انت شحال بغيتي. 110 يعني 2 متر ونص يطلع لك 5000 وشحال بحال الموف زوين هنا عجبني انا هنا. وينو هذا؟ هنا هانتوما كما سمعتو كيتخدمو دابا على دوفاس. كاين واحد المشنفة اللي كيبغيو يشنفو وكاين لي سامبل. هانت المشنف بحال هكا كيبان حرج والسامبل كيجي بحال هكا. حنا عجبنا هاد الموف هذا كاينين غير شي لوينات قلالين بحال تادا تادا زوينة. نجي نعوالينا غير على الكريب. كاين هذا تا هو زويون كنت خديتو قطع مع ختي بحال بيزو بيزو. هذا كان خارج شي دوزون دابا عقش بك علاش بغيتي على ود المخور؟ لا لا هذا شفتو في السعودية في السعودية ولكن شوية توا عندو الثمن في السعودية حتى هنا قال لي 5000 ريال كوفا شي حاجة. يجي تا مخور ربي؟ راه يجي يجلي البيت خفاف ويجي مخور يجي كل شيء. تبارك الله هذا اللون زوين ولكن إنه النمرو
حلينا بنوكل الحمد لله. هذاك هذاك القفطان خاصني ليه الضبطين خاصني ليه بحال هكا. السلام عليكم. يلا نمشي. هذاك المكتب 4000 ريال كوب في الالوان. هادو دايرين 4400 ريال. شوفوا البنات هذاك الشارع اللي كيطلع هو الشارع ديال ميلانو بحال طالع للشيكا راه طالع الطاكسيات وهداك الشيء. المهم هنا كدوزو تتوصلو حتى الوسط ديال كاين واحد مزليج مول الحيوانات مول الاكل ديال الماكله كتطلعي الوسط كاين واحد المحلكه ديال الطواجن وكشي كتلقاي واحد السيد هنا كيدير كشي الالكتروميناجي واحد السيد هنا كيدير عاوتاني ديال الدراري الصغار وراجل وسطي اللي لقيتو ليه محسن المنتوب كيجيبكم حتى لعنده عنده فهمت حدا الجامع راه كاين واحد الجامع هنا الوسط راه حداه. المهم انا راه بغيت كنت نمشي للدار ونشارك معكم المشتريات اللي خديت من عنده واللوينات اللي خديت انا وامي ومرت خويا خدينا ثلاثة ديال لي تواب راه سبحان الله العظيم التواب ديالو واخا يعني ماشي بديك 6000 ولا 7000 اللي غادي غدحشر منه. المهم راه ب 3000 ريال ولكن راه الروعة البنات كيصبروا معاك انا راه شحال من لون واخدها من عنده. يلا خليكم مع الفيديو. ثم كان خاصنا واحد الدونتيل لواحد العبايه جابتها امي لمرت خويا وجاتها شويه قصيره ودابا بغينا ليها الدونتيل جينا عند هاد السيد صيفطنا عنده خويا محسن ولقينا عنده تبارك الله واحد الشوشيه زوينين هاهمايا كيجيو على هاد الشكل هذا. انا خديت الخضر وخديت لمرت خويا الغوز وعندو هادو طوندونس قالك يلا خارجين. هانتوما البنات اللي بغات شي حاجه كتجي عند خويا سامي راه كاين في طلعه ديال ميلانو كتسولي على سامي مون دونتيل كيجيبوك حتى لعنده. هيا هانتوما سكريني والبنات البنات دابا رجعت للدار وغادي نشارك معكم ان شاء الله المشتريات اللي خديت من السيد واللوينات اللي خديت وغادي نشارك معكم داك السوشيات الجداد اللي شفت عند السيد. يلا خليكم على الفيديو. هانتوما البنات غادي نبدا معكم الاول ديال هاد لاكولوغ هادي. هاد البنات راه فيه 3 متر هدا خدات امي 3600 ريال. المهم جوج ونص كيدير 3000 ريال 3 متر 3600. هاد اللون هدا راه تبارك الله راه رومي يعني مكيموتش تبارك الله. غاد ان شاء الله غديرو العيد وانا كنت موعدانيت بتوب ديال الجلابة وانا وفيت بالوعد ديالي. انا خديت هاد اللون هذا الخضر طوندونس كان عجبني وخديته كما قلت لكم هذا جوج ونص ب 3000 ريال. ومرت خويا خدت ليا الغوز 3000 ريال حتى هي عمرها دوزت الغوز وقلت نشري لها. وبالنسبه للشوشيات البنات الشوشيات خديت لمرت خويا هذه في الغوز غاديها مع الجليب هذه حتى غدير غير اللون في اللون ما غاديش دير لون واحد اخر وحتى انا غادي ندير هذا اللون وغادي ندير معاه لون واحد اخر ولكن انا لقيت غير هذا اللون صافي قلت لهم اصلا غنخيط اللون في اللون غير غندير ديكرادي بلون واحد اخر بواحد الطريقه واحد اخرى. ان شاء الله غادي نشارك معكم ملي غادي نمشي عند الخياط وملي غادي نوجد بحال العام اللي فات كنت وجدت كندور قفيطه نوجد ليبه ان شاء الله غادي نوريهم لكم وغادي نوريكم الطريقه باش كنمشي عند الخياط وكنتبع وكندير الاصياج. خليكم مع الفيديو ويلا البنات كنقول لكم اللي باقي ما تابونات عندي دخلت ابونات فعل الجرس باش ديما يوصل الجديد ديالي.